نعيد يا اولاد اللي احنا قلناه تاني بسرعة. بسم الله. الدرس بتاع النهارده بيتكلم عن حاجه اسمها بلونجنج تو اسيت. يعني ايه بلونجنج تو اسيت؟ يعني انا بشوف او بحدد اذا كان في اليمنت يقع داخل سيت ولا لا. لو يقع داخلها بقول عليه بلونج، لو لا يقع داخلها بقول عليه ايه؟ دازنت بلونج. تمام؟ طيب اما يقول لي ذا سيت اوف ايفن نمبرز وانا اكتبها 0 2 4 6 8 اند سو اون لانها انفينيت سيت، مجموعه غير منتهيه، بقول عليها انفينيت سيت. واجي اسالك سؤال واقول لك تعال نحدد موقف العناصر دي. التو يا اولاد بنقول عليها اليمنت، التو دي بقول عليها اليمنت. تمام؟ والاكس دي بتبقى سيت. يبقى احنا دلوقتي بنحدد موقف اليمنت من ست. نسال سؤال، هل التو موجوده جوه الاكس؟ التو موجوده جوه الاكس، لما الاقي ده اعمل علامه بلونج تو. تمام؟ طب هل الوان موجوده جوه الاكس؟ اللي هو نفس السطر اللي جه الاخر. هل الوان؟ هل الوان موجود جوه الاكس؟ لو بصيت في الاكس مش هلاقي الوان، فبعمل العلامه دي. بعمل علامه البلونج واشطب عليها بشرطه. ومعناها ايه؟ doesn't belong او is not belonging to. تمام؟ تمام يا شباب؟ يبقى احنا عندنا belong وايه؟ و doesn't belong. belong or it's not belonging to. تمام كده؟ عايز ناس تجاوب بشكل عشوائي. قول يا يوسف يا شاب. قول يا حبيبي. نعم يا مستر. 4 و x belong ال 4 وال x belong ولا doesn't belong؟ بلونج يا مستر. الفور بلونج تو اكس. السيفن والاكس بلونج ولا دازنت بلونج؟ دازنت بلونج. مستر عندي سؤال. ايه سؤال؟ لما شفتين دي من ايفن نمبرز. حبيب قلبي ما هم الايفن نمبرز، هتقصد تقول لي ما كتبتهاش يا مستر صح؟ او لو طلبها منك احط بلونج ولا لا. تمام انا فهمت سؤالك، انا توقعت سؤالك قبل ما انت تساله. بص يا حبيبي، انا دلوقتي 0 2 4 6 8 وعملت نقط. يعني ايه نقط؟ يعني بقول لك انشي تو انفينيتي بالشكل ده. ذا سيت اوف ايفن نمبرز يا بابا بنقول عليها انفينيت سيت. انفينيت سيت يعني ايه انفينيت سيت؟ يعني مجموعه لا نهائيه. طب انا لو كتبت 10 هبقى قلت كل الاليمنتس؟ لا انا مش هبقى قلت كل الاليمنتس، لان لسه فاضل 12، فاضل 14، فاضل 16. مهما تكتب لو قعدت 4 سنين تكتب فيهم مش هتخلصها، لانها انفينيت عشان النمبرز نفسها انفينيت. فبيقابلك اود وبعد ايفن، اود ايفن، اود ايفن وهكذا. تمام؟ ماشي حبيب قلبي؟ فاحنا بنكتب جزء يبين الطريقه اللي الست اللي عندنا مستمره بيها، وبنحط نقط لما تبقى انفينيت عشان نعبر عن ان الموضوع ده مستمر الى ما لا نهايه. تمام يا بابا؟ ده يا ولادي المفهوم في الكتابة. بيقول لي ذا سيمبل بلونج دونيتس ذا بلونجنج اوف ان اليمنت تو اسيت. يعني كلمة دونيت يعني يشير إلى، هو بيشير الى انتماء اليمنت لست، ان الاليمنت موجود داخل ست. بيقول لي احمد از نوت ا بلاير ان ذا تيم سو احمد دازنت بلونج تو اكس. تمام؟ ده كان جايب ولاد بيلعبوا ويقول لك احمد مش في الفريق اللي بيلعب. تمام؟ بيقول لي ذا سيمبل دازنت بلونج. تمام؟ تعالوا كده يا ولاد نشوف ايه. بيقول لك برضو طبعا وبالذات تميز الاشياء، بيتكلم عن المفهوم وبيتكلم عن عكسه. يعني هو هنا بيتكلم في doesn't belong، بيقول لي the not belonging of an element to a set. ده بنعبر عنه بالرمز ده لما تلاقي. ودي example يعني استكمالا للي احنا كنا بنقوله. انا عندي y فيها ال 4 وال 5 وال 7 وال 9 وال 11. بيقول لي 4 belongs to y. فعلا لان ال 4 موجوده جوه ال y. 5 belongs to y. مظبوط.
11 برينجز تو واي، مظبوط لانها موجوده. تمام، بيقول لي وايل يعني بينما 8 از نوت بلانجنج تو واي اور دازنت بلانج تو واي. تمام، بص كده على الايت، قال لي الايت موجود عندك. اه زي ماهر بقى اللي سال، كان بيسال عن اكس. حبيب قلبي قلت لكم الجيفن سيت دي متغيره، الجيفن سيت متغيره، يعني هو هنا اداني واي، قال لي واي فيها 4 و5 و7 و9 و11. ما حدش بقى يسال نفسه هي دي سيت اوف ايفن ولا سيت اوف اود، اصل ما هو السيتس كتير جدا. هو انت ما عندكش الا سيت اوف ايفن وسيت اوف اود؟ في سيت اوف، في سيت اوف برايم نمبرز، في سيت اوف، في سيت اوف برايم نمبرز، في سيت اوف برايم نمبرز. تمام، وفي يا ولاد انا قلت لك في الديفينيشن اوف سيت انها كوليكشن اوف اوبجكتس ويتش هاف a common thing or a one thing in common، يعني بتبقى اشياء متجمعه بتشترك في شيء. تمام، فممكن هو يدي لك ست انت تقعد تصنفها تدور هي دي انهي ست. لا، ما هو الست اللي يديها لك، الجيفن ست اللي يديها تعامل مع الاليمنتس بتوعها ان هو الاليمنتس، حتى لو انت مش ظاهر لك هو جابهم ايه او ايه المشترك ما بينهم. تمام، بيقول لي وايل 8 doesn't belong. تمام، 12 doesn't belong برضه لانها مش موجوده. طب افكركم ولاد بالبرايم نمبرز، ايه هو البرايم نمبر؟ انا قلتها على السريع امبارح بس اشوف حد كده لو حد يقدر يذكرنا. قول يا محمد حسين ايه هو البرايم نمبر؟ ايه هو البرايم نمبر يا بابا؟ البرايم نمبر هي ايفن نمبرز. ايفن نمبرز؟ طب يا طب يا حبيبي، طب هنسمع زمايل. قول يا يوسف يا رائد. ايه هو البرايم نمبر يا يوسف؟ التو والثري يا مستر. الديفينيشن، بقول لك الديفينيشن، المسطرة اللي هنقيس عليها بعد كده النمبر ده برايم ولا لا؟ ايه بالاسم على نفسه والوان بس يا مستر. ماشي، هو كلامك يعني صحيح. طب انا هسألك سؤال، الوان برايم ولا مش برايم؟ الوان برايم ولا مش برايم؟ برايم، نوت برايم مسلمز. طيب قول يا مان، عارف اول برايم؟ نمبر مستر. ايه يا بابا علي صوتك؟ من الايفن نمبرز والاود نمبرز. الايفن والاود؟ شكرا يا مان. طيب يا ولاد، طب انا هقول هو البرايم، ايه هو البرايم نمبر؟ بعتذر لكل الناس اللي رفع ايديها، يعني مش دايما الوقت هيتسع الناس مع كل الناس اللي رفع ايديها في كل سؤال، خد بالك اصل لسه الاسئله فيها اسئله كتير. هنقول ذا نمبر از برايم، انا بتكلم على نمبر واحد، نمبر از. تمام، انا لما يبقى عندي نمبر وعايز اشوفه برايم ولا لا بشوف الاتي، اف has two different factors اللي هم مين؟ اللي هم ال one and the number itself. ال1 والايه يا اولاد؟ النمبر اتسلف يعني ايه؟ ده مين دول؟ دول دول الفاكتورز، دول ايه يا اولاد؟ الفاكتورز، ما بقولكش ان ال1 برايم، لا ال1 ده من الفاكتورز بتاعت البرايم نمبر.
انما هو نفسه ما هوش برايم. تعالوا كده يا اولاد نشوف، نكتب النمبر ونشوف الفاكتورز، وفي ضوء هذا الكلام نحدد هو برايم ولا لا. ذا نمبر والفاكتورز هنقول برايم، نعمل علامة صح لو هو برايم. تمام؟ أما أجي أقول لك مثلا نمبر زي ال 1، إيه الفاكتور فاكتورز أوف 1؟ هي 1 باي 1. ففي واحد ممكن يقول لك لا ده برايم يا مستر، أهو ما هو 2 فاكتورز أهو زي ما أنت قايل. أنا بص بقى أنا مزود الكلمة دي عشان الناس ما تتلخبطش، 2 ديفرنت، لازم يبقى الفاكتورز مختلفين. يبقى ساعتها ال 1 هو 2 فاكتورز. خد بالك الكتب بتعتبرها 1 فاكتور كمان، الكتب بتعتبرها 1 فاكتور وبيتقال إن ال 1 الثانية ريبيتد. تمام؟ يبقى 1 ريبيتد فاكتور. عشان كده انا بقول لك 2 ديفرنت عشان انت يبقى الموضوع واضح جدا، تو ميك ات كريستال كلير يعني زي ما بيقول الانجليزي. تمام؟ عاملها لك واضحه جدا بدون لابس. لازم يكونوا ديفرنت يا بابا، هم دول ديفرنت؟ لا يبقى خلاص يبقى ده مش برايم. تعال نشوف ال 2. ايه هي الفاكتورز اوف 2؟ ال 2 اصلا هي 2 باي 1. في حاجه ثانيه بتجيب 2؟ لا مفيش حاجه ثانيه، يبقى هم دول الفاكتورز بس. طب دول ايه؟ ديفرنت و2، يبقى دول 2 ديفرنت فاكتورز كمان. يبقى ده ايه؟ يبقى ده برايم. هاخد كام مثال واشرك الناس معايا. ال 3 هي 3 باي 1. هنا 3 باي 1، في حاجة تانية؟ مفيش حاجة تانية، يبقى ده برايم. نفتح المايك للناس بقى عشان تدخل معايا وتدلي بدلوها. محمد قول يا محمد. محمد ابو المواهب سيف اسامه. المايك اتفتح يا محمد. هلا يا مستر. طب يا حبيبي جاوب يلا. الفور يا بابا انت شايفها برايم ولا لا؟ شايفها يا مستر. انا بسالك سؤال، الفور برايم ولا لا؟ الفور برايم؟ ايه الفور؟ عايزين نشوف الفاكتورز الاول قبل ما نحدد. الفاكتور بتاع الفور 2 باي 2 و2 باي 1. هو 2 باي 1 بتدي 4 في الاخر ولا ايه؟ لا معلش 4 باي 1 معلش. يبقى انا عندي 1 باي 4 و2 باي 2 صح؟ عد الفاكتورز يا بابا، ادي 1 2 3 صح؟ صح؟ زادت عن 2 يعني صح؟ مش مهم بقى هما كده، يبقى مش ايه مش برايم. شكرا يا بابا. قولي يا امير. نعم. قول يا بابا الفايف، ايه هي الفاكتورز اوف فايف؟ فاكتورز اوف فايف is literally normal five. So we can multiply five by one. Why five by one؟ في حاجة تانية يا أمير؟ Nope, nothing else. Nothing else. تمام، يبقى دول إيه؟ يبقى ده ايه بابا؟ برايم نمبر. برايم إيه؟ لازم يكون 2 ديفرنت فاكتورز، لازم يكونوا 2 ديفرنت فاكتورز بس عشان اقول عليه برايم. طيب
اسال سعد. ايه في المايك بتاعك يا امير؟ ايه في المايك بقى؟ قول يا سعد. حبيبي. ال 6 يا بابا، قول لي كده الفاكتورز اوف 6. الفاكتورز اوف 6 يا مستر، يا مستر مش برايم، لان ده ال 1 باي 6 حبيب قلبي. عايزين بص يا بابا، بص انا مش عايز القرار النهائي، انا عايز اعلم زمايلك ازاي نفكر في اي حاجه، ازاي اي حاجه افكر فيها. ايه هم ده؟ هنكتب ال 1 باي 6 يا مستر، ونشوف لو في اي فاكتور تاني يا مستر موجود في الجدول يا مستر، وندور في الجداول التانية نلاقي ان ال 2 وال 3 يا مستر برضه بيجيبوا لنا 6. برايم ولا مش برايم؟ مش برايم يا مستر. الله ينور عليك، نوت برايم. ليه بقى يا ولاد؟ لانها زادت عن 2 فاكتور، بس ادي فاكتور الثاني الثالث الرابع، صح؟ صح. انا المفروض اعمل اكس، معلش، يبقى دي نوت برايم. ماشي يا ولاد؟ طيب شكرا يا بابا. عفوا يا مستر. قول يا فريد، السيفن برايم ولا لا يا فريد؟ الفاكتور بتاعت ال 7 1 باي 7 اونلي، تبقى 1 باي 7. الله ينور عليك، 1 باي 7 برايم نمبر. الله ينور عليك يا حبيب قلبي، الله ينور عليك. تمام، مفيش تاني يعني، انت لما تفكر في فاكتورز اوف 7 هتلاقي 1 باي 7 بس. قول يا ماجد. فكر كده في ال 8. هما 4 ملتبلاي 2 8 ملتبلاي 1، يبقى انا عندي 1 باي 8 وعندي 2 باي 4. تمام، دول فاكتورز؟ نو دول مش فاكتورز. تمام، معلش، دول 2 ديفرنت فاكتورز. هل دول 2 ديفرنت فاكتورز؟ الاجابه لا، دول 4، صح ولا لا؟ اه. يبقى هي برايم ولا نوت برايم؟ نوت برايم. الله ينور عليك. ويا مستر عندي سؤال هنا يا مستر، جاب لي 25 is not belong to the set of digits of the number 2000. بص يا ماجد، بص يا ماجد، ماجد احنا دلوقتي بنتكلم في مفهوم معين، صح؟ صح؟ أوه. ما تاخدناش براه، لما نخلصه هبقى اسمع منك. تمام؟ طب انا ليه بفكرك بالبرايم نمبرز؟ عشان هو هيجي يقول لك، يجيب لك نمبر ويقول لك بلونجز تو ذا سيت اوف برايم نمبرز. طب انا دلوقتي المثل بيقول يعني، لا او الحكمه بتقول لا تعطيني سمكه ولكن علمني كيف اصطاد. تمام؟ تمام؟ يبقى انا دلوقتي بعرفك، بخليك تمسك مسطره في ايدك، اي نمبر يجي لك تقدر تحدد بيها ببرايم ولا لا. ماشي يا حبيب قلبي؟ ماشي. عم رحمن زيدان. نعم يا مستر. ايه هي الفاكتورز اوف 9 يا عم رحمن؟ فاكتورز اوف 9 1 باي 9 اند 3 باي 3. الله ينور عليك. 1 باي 9 3 باي 3. ده كده برايم؟ نوت برايم. تمام. طب يا ولاد، إيه عشان بس وقتنا، انا هكمل الباقيين. هقول ان ال10 يا ولاد هي 1 باي 10، في نفس الوقت هي 2 باي 5، يبقى كده دول ايه؟ عدد الفاكتورز كتير، لازم يبقوا 2 بس، دول كده 4 فاكتورز، بالتالي هو نوت برايم. ال11 هي 1 باي 11، في حاجه ثانيه؟ لا مفيش حاجه ثانيه، طالما مفيش حاجه ثانيه يبقى دول بيحققوا الشرط 2 ديفرنت فاكتورز. تمام، يبقى ده برايم. هي 1 باي 12 و 6 13، مفيش غير 1 باي 13 دي كده برايم. 14 1 باي 14 و 2 باي 7 يبقى دي نوت برايم. 15 1 باي 15 و 3 باي 5
يبقى دي ايه 16 اللي هي ايه 16 و 2 باي 8 4 باي 4 دي ايه يا جماعه طبعا مجرد برضو يا جماعه عايز الفت نظركم لحاجه في ناس متصوره ان الاود نمبرز هم البرايم طب يا حبيبي تعالى كده يعني نلقي نظرة على نمبر زي ده تعالى بص كده في ال 15 ال 15 ده اود طلع برايم ولا لا ما طلعش برايم صح ولا لا تعالى نبص على ال 9 ما طلعتش برايم تمام واحد يقول ايه طب ما ال 7 هي مس اقول له اه 7 اود وطلعت برايم تمام في ايه كمان في ال 3 اه اود وطلعت برايم يعني انت عايز تقول ايه بقى يا مستر عايز اقول لك ان الاود نمبر ليس بالضروره ان هو يكون برايم مش لازم الاود نمبر يبقى برايم ممكن يبقى برايم ممكن ما يبقاش برايم تمام يبقى ايه زي مين مثلا زي 3 5 7 زي مين طبعا نعمل نقط عشان اقول ان في غير دول يعني بس دول فور اكزامبل مثلا فور اكزامبل على سبيل المثال طب نسال سؤال بصوا كده في الايفن يا اولاد الايفن زي ده كده 16 ما طلعتش برايم 14 ما طلعتش برايم 12 ما طلعتش برايم 10 ما طلعتش برايم 8 ما طلعتش برايم في استثناء وحيد في استثناء وحيد في الايفن نمبرز مين يعرف ايه هو الاستثناء الوحيد عشان وقتنا حوالي انا هي التو بس يا اولاد هي التو التو هي الاستثناء الوحيد يا اولاد في الايفن بس بص كده التو طلعت ايه؟ طلعت برايم انما اي ايفن تاني بدون تفكير ما تفكرش فيه بدون تفكير ما تفكرش هو مش برايم الوحيد اللي ايفن وبرايم هو التو يبقى اذا اقول لي ايه في مراد نمبر اس 2 اذا اقول لي تمام لا يعرف الحقد المنتهي في الرتب ولا يبلغ العلا من تفاضل الغضب تمام تعالوا نشوف سؤال زي ده بيقول لي 3 belongs to 2 and x 2 and x 3 belongs to 2 and x يبقى دي يا اولاد 6 6
هم مش مديني اسمها كاسيت بس مديني الاليمنت بتاعها يعني. تمام يعني في اول مثال انا بدات في الحصه قلت الست اسمها اكس اللي هي دي وقلت الاكس ايكوال اهو يا اولاد اكس ايكوال كاسيت. هو ما عملش هنا كده يعني عادي يعني تقبل كل شيء يعني حاول ان انت تبقى مرن وتتعامل وفق المفهوم وفق المطلوب يعني مش لازم تقفل دماغك حتى اللي في الحياه بيقفل دماغه في الحاجه كده لو يعني لو خلف التوقعات انسان بيتعب انسان بيتعب في حياته ما بيعرفش يتصرف في مشاكله ما بيعرفش ياخد قرار ليه لان انت عشان تاخد قرار لازم يبقى عقلك مرن يا بابا يعني ايه مرن يعني يتعامل مع المتغيرات كلها كل ما تلاقي متغير تاخده في الحسبان وتتعامل في ضوءه تمام يا بابا وهو ده احد اهداف او نواتج التعلم في دراسه الماث تمام يا حبايبي بيقول لي 3 belongs to x to this set اللي هو ما سمهاش بيقول لي الاكس دي بكام بسالنا عن الفاليو اوف اكس مين يعرف يقول لي يا اولاد الفاليو اوف اكس كام قول يا ايسر يا انس الاكس بكام يا بابا الاكس ب 2 3 5 7 ده انت داعي بقى الاسره الكريمه كلها ايه اللي جاب يا بابا ال 5 وال 7 حبيبي انت بسالك على السؤال اللي عندنا شكرا يا هيثم طب ركز يا حبيبي محمد محمود قول يا محمود انا سالتك عشان انت الوحيد في اللي فاتوا دول اللي ما رفعتش ايدك شفت يا اولاد انا فير ازاي ببقى حريص ان انا اشرك الكل ولو لم يتسع الوقت لحد يعني اعذره ان دي طبيعه الاشياء لم يتسع الوقت قول يا بابا 6 equal to 3 لا الاكس دي هتبقى كام؟ ايه يا مستر؟ الاكس دي هتبقى كام؟ 3 و 2 3 و 2 تمام؟ طيب يعني الاكس بكام؟ انا عايز اكتب نمبر هنا مكان النقط يا جماعه، عايز اكتب نمبر واحد، اكتب كام؟ اضربهم ولا زودهم؟ طب يا اولاد بص عشان الوقت بس يا اولاد اقفل المايك يا محمد هي اكس ايكوال ايكوال 3 جت منين يا مستر؟ جت منين؟ بص يا بابا اما اقول 3 بلونجز تو 2 اند اكس الكلام ده معناه ايه؟ معناها ان 3 دي موجودة هنا يعني معناها ان 3 element طب انا عندي كام element اصلا انا عندي 2 elements the first is 2 2 طب والسكند element الx طب هو بيقول لي 3 موجودة طالما 3 مش هي 2 يبقى غصب عني 3 هي الx ما فيش احتمال تاني ما هو 3 بلونج يعني ايه بلونج يا ولاد يعني تقع داخل الست هتبقى مين؟ أكيد مش التو، أكيد هي النمبر الثاني، النمبر الثاني ده اللي هو إكس بنقول عليه أنون، يعني قيمة مجهولة. قيمة مش معروفة، خلاص، يبقى إحنا عرفناها دلوقتي. تمام يا شباب؟ الدرس بتاعنا انتهى، هنكمل لسه عليه في الحصة الجاية يوم الأحد إن شاء الله. ماشي يا حبايبي بالتوفيق، حفظ الله. مع السلامة.